السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات غادي تسمحوا لي بزاف، والبارح يعني فيلميت لكم البقية ديال الفراش، ولكن للأسف فيلميتهم بالكاميرا. ويعني المشكل أن الفورمة اللي كتكون فيها الفيديو في الكاميرا باش تكون يعني كلير وتكون اتش دي، يعني ديال الاش دي، يعني لا كاليتي زوينة ديال الصورة، للأسف ما بغاوش يدوز ليا في المونتاج باش ندوزهم لكم في اليوتيوب. لهذا غادي تسمحوا لي بزاف، يعني تقريبا راه كملت الخدمه، غادي نعاود غير نوريكم بعض الاشياء، وغادي نصور هذه المره بالبورتابل، لان البورتابل هو اللي كيوضح ليا، يعني كيسهل ليا باش نمونطي دغيا ونلوح لكم لي فيديو. لهذا سمحوا لي بزاف، لهذا ما بقيش غادي نصور بالكاميرا، صافي يعني غادي انوليها وغادي نبقى نصور لكم بالبورتابل. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غادي هذا باش نغلفوه. انا ديجا خدمت الاخرين، انا غادي نوريهم لكم. شوفوا كيجيو بهذا الشكل هذا. يعني دابا ندوز باش نكمل يعني وحده الاخيره اللي بقات لي، وندوز باش نخدم يعني الوسيد ديال الكبار، لان هما اللي بقاو لي ان شاء الله. وبهكا نكون كملت الجهه الاولانيه ديال بيت الكلاس. بالنسبه لهذاك اللي قلت لكم غادي نوريكم طريقته بالقياسات كيفاش كناخذ، كناخذ الطول من هنا حتى لهنا، يعني عندي 80 على 75 هذاك الطرف، غادي نطراسيه في الثوب ونقطع. يعني التوب ديال هاد الجهه كما كتشوفوا انا فصلته، دابا بقاو لي هاد الجوانب، بقاو لي هاد الجوانب. هنايا كناخذ العبار كما دائما، كناخذ من هنا من هنا حتى لهنا، عندي 30، ومن هنا حتى لهنا 14 سنتيم. دابا هاد الطروفه هادو غادي نقطعهم، يعني جوج طروفه ديال الجنب كما كتشوفوا، دائما كنقوسهم من هنايا، يعني باش يعطوني هاد الفورمه هنايا بهذا الشكل هذا. للاسف هادشي كله صورته في يعني فاش خدمت الاخرين، ولكن راه ما صدقش ليا. دابا ندوز باش نخيطهم. بالنسبه للاسفل ناخذ الطول، يعني عندي 80 80 كذلك على 14، لكن ما كنديرش 14 سنتيم، كندير اكثر، يعني كندير تقريبا 17 سنتيم. علاش؟ لانني غادي نبغي نقسمه في الوسط على حسب السلسله، يعني على حسب باش ندير السلسله كما كتشوفوا، كنشيط شي شويه باش كيدخل من هنايا، يعني غادي ندير 17 سنتيم ونقطع طرف يعني فيه 17 سنتيم على 80. من بعد غادي نقسمه على اثنين، هما هادو غادي يدوز ان شاء الله باش نخيط هادو يعني بالسلسله، يتجمعوا بالسلسله، ومن بعد عاد غادي نجمع الاطراف كاملين. من بعد ما ركبت السلسله كما كتشوفوا، بعد ما ركبتها بهذا الشكل، دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نخيط يعني هاد الاجزاء هما الاولين، هاد الجناب هادو، وما ننساش طبعا هاد يعني هاد الكورده اللي درت هنايا كما درت في الاولاني، يعني كنصاوبها في الكوير هي الاولانيه عاد باش نبدا نخدم. يعني ناخذ نتاكد هنايا من الطول ديال التوب، نمشي على الطول ديال التوب، يعني هكا هذا هو الطول ديالو، يعني غنخليه ونمشي باش نخدم العرض، يعني ندير هكا نمشي هذا القد الطريقة هذه هكا، يعني كنمشي لهذا الجزء هنايا ونحط هذا
نحط هذا هنا ونبدا نخيط يعني على الدورة. كما كتشوفوا كيجي بحال هاد الشكل هذا. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نخدم بنفس الطريقه هاد الجهه اخرى. من بعد غادي نركب السلسله. كملت الجهات بجوجهم كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نركب الاسفل. يعني غادي نجيب هذا من هنا هاد السلسلة هاكا من هاد الجهة هادي قلبتو ونبدا نخيط من هنا. الطريقه كيفاش كنديرو باش تكون عندنا هاد الخياطه هكا يعني مفينيه ومقاده، انا غنخلي لكم الرابط ديال الخياطه ديال الوسائد في الصالون لانها نفس الطريقه، لهذا ما عاودتش صورتها لكم. انا الحمد لله دابا كملت يعني البيت الكلاس وانا غنوريكم ان شاء الله النتيجه كيفاش جات. من بعد ما ساليت لي كنابي كما كتشوفوا يعني جاوا بهاد الشكل هذا، جاوا بشكل يعني زوين، يعني غيرت المنظر على كيفاش كانوا من قبل. مازال غادي تشوفوا ان شاء الله بيت الكلاس ككل من بعد يعني من ندير اللمسات الاخيره. باقي لي الجهه الاخرى اللي قلت لكم غادي ندير فيها يعني الجلسه ديالنا اللي كنجلسوا عليها عاده، يعني داك اللي معمرين بالحبيبات ديال الفرشي، لان الجلسه فيهم يعني مريحه للظهر. داكشي علاش انا مازال ان شاء الله باقي لي جوج غادي نصاوبهم، واحد ليا واحد لراجلي، وكذلك يعني ندير اللمسات الاخيره بالنسبه يعني للجدران والتعليق ديال كيفاش غادي نعلق لي طابلو والجهه ديال المبل ديال التلفازه ان شاء الله. لهذا البيت مازال ما كملش، فقط هذه الجهه اللي كملت الحمد لله، يعني جات بهذا الشكل هذا. نتمنى نكون فدتكم، واخا راه ناقصين لي فيديو بزاف، كنتاسف لكم بزاف، ولكن راه كنوعدكم ان شاء الله يعني غادي نلقى حل لهاد المشاكل هادو ديال المونتاج وديال التصوير، لان كنلقى مشاكل بزاف. انا كنخدم وكنصور ولكن للاسف كيوقعوا عليا هاد المشاكل، كيمشيو ليا لي فيديو ولا ما كيبغوش يدخلوا ليا حيت الفورمه ديالهم كبيره. يعني خصني حل جذري لهاد المشكل هذا يعني باش نحاول نفيدكم، لانني كنحس براسي ما كنوصلكمش الافكار كما انا كنخدمها. لهذا كنتاسف منكم. نتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال بيت الكلاس. تمسوا بخير. بسلام عليكم.